فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر بعض العلماء أن صلاة الجمعة الأفضل أن تصلى بعد دخول الوقت مباشرة ولو في شدة الحر، وأنها ليست كالظهر. نعم، الجمعة ليست كالظهر، الجمعة ليست كالظهر، تؤدى عند دخول الوقت، وهذا أرفق بالناس من أنك تؤخرهم إلى الإبراد. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.